دايرين بخير عليك شي مزيان تعاودوا كلشي بخير كما كتشوفوا اخوتي. انا دابا عاد نزلت من الطرام نزلت في الوازيج جيت من ليساس ونزلت في الوازيج غادي على الدراري ان شاء الله الرباط الوازيج دابا غنطلع حتى الطرام شوفوا الطرام اللي غادي الرباط ان شاء الله خوت وصلنا دابا لكار كازا فواياجور لقينا الدران معطل بشي نص ساعة ولا غنمشيو نمشيو نضربو شي دويرة مجموعين بلا ما يجي ونمشيو عاوتاني كملو الطريق ديالنا ان شاء الله. المهم هانتوما معنا خوتي خليكم نضربو دويرة برا رجعو لقاو مشاعلين نتسناو عاوتاني تالا صفارو طاو شي في السوايع اللهم رجعو فحالنا نضربو دويرة حنا ورجعو نتوما خوتي ستيكا شكرا يلا خليكم الخوت تنطلعو الدرا ان شاء الله نتشوفو عاوتاني خوت الدرا انا هو عاد جا كما كتشوفو معايا تحنا 26 نمشيو نقلبو على 26 باش نطلعو الدرا ان شاء الله نزربو شوية قبل ما يجي ان شاء الله تعالى تنصل الرباط ان شاء الله باذن الله
خوتي على سلامتنا. خوتي انا عاد وصلت لسلا دابا هيا نزلت في لاكار تاع سلا تاع بريك وشديت الطاكسي وطلعت لحي السلام فوق عند الشاطئ الدراري كيتسناوني تما. المهم هانتوما معانا تنتلاقاو مع الدراري يلاه خليكم اخوتي نتلاقى مع الدراري شوف فين واقفين كيتسناوني. ها هو اخوتي عاد جا عندك نوصلني على سير جا فين عمي؟ عاش من شافك انتم الخوت كيف كتشوفوا يلاه وصلت عند خويا ياسين هو لقيتو كيتسناني هذا عشيري من زمان شحال هادي ما طلعت عند ام خوتي وكنتمنى دوز هاد الليله زوينه ندوزو شي وقيت زوين مع بعضياتنا وهادي ان شاء الله ستوحشنا. المهم خليكم راه مازال كتسناو الميلودي الميلودي اللي داير عليه الفيلم مازال كنتسناو يجي راه غيحبسو هنا لتحت تنزارو شويه. المهم نخليكم تيجي الميلودي ونقدمو لكم تا هو خوتي هانتوما معانا وفيفا خوتي خواتاتي كاملين كنحبوكم اون جينيرال وحنا معاكم ديما توجور ومرحبا بكم مدينة سالا سالا ترحب بكم. حنا وصلنا لعرجات دابا نبداو نديرو شي بوكاديوس ان شاء الله وشوفوا الخوت يخلصوا عندنا البوكاديوس راه ضياف عندهم راه ضياف عندهم اه الوالي ما كاينه لا شيء وكاينه اخو ميلو دابا السلام عليكم خوت مرحبا بنا عندكم مرحبا بكم عندنا مال اشير يا السلام عليكم خوت فين اش فيها دابا ميلو علاش هبطنا دابا نمشيو نتعشاو واخا ماشي علاش علاش راه كيطيب لي في الدار واه نمشيو نديروه بعدا شي حاجه ناكلو لا تجي سياسي يلا سياسي كتسناوك انت ما عندكمش البرد هنا صح لا هو المعني بالامر ولا كيفاش حتى هو كله لا ميلو دوال معني بالامر خايدو صاحبي محمد يرحم بابك والله الا عملها ما كاينش البرد ما كاينش هو البرد باش قالوا لنا دوك العام باش طلعنا لا باش طلعنا كنت ما بغينا نخدموا شنو كانوا قالوا لنا باش بدينا خدامين هذاك ضرب الكانشو حتى قال لك خاي محمد شناك في الموقف قلنا تفرعي الدنيا ساعتينا مكمل شني ناقصك الماكله كل في يديك وبرجليك خدامني طلع لي الدود هاد الارض طلع يما قال لي انا مالي تراكشور انا خدام كاتربيلار واخوش واخوش حنا ما عمرنا ضربنا ديك التماره الموت اصاحبي الصراحه الله والله الا الموت هذيك التماره ماشي شنو صار نهار كامل شاد الكانش عرفتو الكانش داير بحال هكا عنده واحد جوج سنينات بحال هكا بحال راطو ولا بحال الفاس وعنده جوج سنينات وكتحرط به تطالع مع الجبل وكتحرط ميلود عاوتاني راه قالوا له هذاك ضرب لي جبد لي الدود هاد الارض جبد لي الدود هاد الارض ياسين اللي كيعرف كيفاش قال لي ياسين انت الدود الارض قال لك طلع يماك قال لك شنو كل موقف قال لك شناك كنا تفرعي الدنيا مع صحيح تبارك الله وجاب تصور وري واه نشوف شاف تبارك الله قال لك تفرعي الدنيا سانتينا مكمل اخي شنو ناقصك الماكله كل بيدك الماكله شنو هي الماكله البيصر وبصله خضراء قال لك الماكله كلينا يلا خليكم الخوت دابا اجي اجي يا اخي الطوابق العالم يوم الناس اللي جاوا الطريق تشدين الطريق ديال المكناس فاس واش دا جا كامل راه اللي بغيت انتوما خوتي جا العرجات تيجي لنا الشوايا والعالم والعيبات كلشي ديال الله فين انا؟ زيد انا غاتنتمنى نضرب الله يحفظك ما كاينش داكشي اللي قلتي انت خويا بايصار والعيبات ما نكذبش عليك احسن منطقه تتعجبني في الشوانية هي بوكران اللي ما كلاش بوكران ما عمرك كلاش انا زوين انت انا زوين انا خي زوين ماشي من زوينش ولكن خصك تمشي للكليان الكليان ديالك تمشي لعندو باش تهلا الله يحفظك هانتوما الخوت لا جيتو العرجات دوزو عند هاد السيد هذا هو شنو بارك اخي دوزو عند هاد السيد هذا الناس بالخير والناس الكرامة اخي عنده داكشي زوين تبارك الله عنده داكشي زوين حنا درنا تعينو رجعنا عنده
الشواء اللحم فوار كلشي كاين موجود الحمد لله الخير كلشي ناض بغيتي تشوي راسك راه هو كاين اللحم تفضل اللحم وجيب هاد السيدي قال لك كلشي كلشي موجود عندك يلا خوت انتوما معنا خوت انتوما شو تبارك الله الله طير الصباح الميلي دي دغيا رب الله حفظك ها وما نساوش واحد القضيه حقكم في السجنة حقكم في السجنة جنة الخوت كان هذا هو الاخر ديال الفيديو كنتمنى يعجبكم وكيف كتشوفوا حنا وصلنا الدراري هنا حنا مريحين معاهم وهذه المهم تهلاو ليا فراسكم وتصبحوا على خير ولك تتفرجوا في الصباح صباح الخير كنت تتفرجوا في العشيه مساء الخير المهم تهلاو ليا فراسكم وكنتمنى الفيديو يعجبكم وشاركوا وتنساوش ابوني بارطاجيو مع خوتكم شكرا لكم بزاف الله يحفظكم والله يعاونكم تهلاو ليا فراسكم.